وللحديث أكثر حول عملية الاقتراع انتخاب أعضاء مجلس النواب ينضم إلينا مراسل مركز الأخبار من العاصمة البريطانية لندن عبد الرحمن المدفع. عبد الرحمن أهلا بك، كيف تسير العملية الانتخابية في العاصمة البريطانية قبل ساعات قليلة من غلق الصناديق؟ نعم زميلتي مريم، أرحب بكم في هذا البث الحي المباشر هنا من العاصمة البريطانية لندن. لجنة الاقتراع والانتخاب هنا في سفارة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة في العاصمة البريطانية لندن ساعات قليلة تفصلنا عن نهاية الانتخاب هنا في سفارة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة، حيث تغلق اللجنة أبوابها في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت لندن، 11 مساء بتوقيت مملكة البحرين. الإقبال هنا منذ ساعات الصباح الأولى كان إقبالا كبيرا، ومن المتوقع أن يزيد أيضا في هذه الفترة إلى نهاية موعد الانتخاب مع نهاية طبعا الدوام أو نهاية فترة الدوام هنا في العاصمة البريطانية لندن. نلاحظ وجود عدد كبير من الناخبين المتواجدين هنا في سفارة مملكة البحرين لممارسة حقهم الدستوري بالتصويت والمشاركة في هذا العرس الديمقراطي الكبير. يسرني أن يكون معي معالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة. مسك بالخير معالي السفير، وحدثنا عن المشاركة اليوم وهذا التواجد الكبير من الناخبين البحرينيين لممارسة حقهم والتصويت في هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن اليوم عرس ديمقراطي هنا في لندن، فقد فتحت السفارة أبوابها من الساعة 8 صباحا وسط أقبال منقطع النظير من قبل البحرينيين الدارسين في لندن أو اللي يعملون في لندن والسواح والطلبة وعدد كبير أيضا من البحرين اللي يعملون في لندن، فما شاء الله العدد فاق التوقعات، والعدد لحد الآن يفوق ما تم تقديمه وتسجيله في الانتخابات الماضية، فلا شك أن هذا اليوم يوم سعيد علينا جدا، علينا كلنا، ولا شك أن الجميع هنا يمارس حقه الديمقراطي بانتخاب مرشحه في دائرته. نتمنى للجميع كل التوفيق والنجاح. شكرا معالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة. نعم كما ذكر معالي السفير إقبال كبير من قبل الناخبين ومن قبل الطلبة والسواح أيضا للمشاركة في هذا العرس الديمقراطي الكبير الذي تشهده مملكة البحرين، أجواء فرحة وإقبال كبير يؤكد حرص المواطن البحريني على المشاركة في هذا الاستحقاق الديمقراطي الكبير. إليك مريم. عبد الرحمن المدفع كنت معنا من العاصمة البريطانية لندن، شكرا جزيلا لك، وشكرا جزيلا لمعالي السفير الشيخ فواز بن محمد الخليفة.